مهمة قوي عايزين نبدأها بتقرير الحقيقة كله بسمة أمل وتفاؤل، لما تعرف إنه في قرية عندك، قرية صغيرة في مركز في محافظة. القرية دي زمان كده من كام سنة كان فيها بعض الشباب اللي ملناش دعوة بيهم اللي كانوا بيتعاطوا مخدرات، والقرية كانت لدرجة كبيرة، ده اللي زمايلي يعني قالوهولي، لدرجة كبيرة كانت معروفة انه فيها تداول مخدرات والموضوع سهل جدا وفيها عدد كبير من الشباب هناك المدمنين للأسف الشديد. لكن أهالي القرية دي لأن هم كان عندهم وعي وحس، والشباب اللي في القرية دي لأن هم كانوا شباب جدعان بجد وعارفين انه عمر المخدرات لا بتحل مشكلة ولا بتعالج أزمة، بالعكس هي طريقها معروف، يا السجن يا الموت يا الانتحار والعياذ بالله، يعني كل سبلها في النهاية مأساوية. شباب القرية دي هم نفسهم اللي قرروا انهم يبنوا قريتهم ويعملوا حاجة محترمة وجميلة جدا. الصين اللي بقالنا سنين هريانة بتصدر لنا كل حاجة، سجاجيد الصلاة، الإسدالات اللي بنلبسها، بنس الشعر، كل حاجة، فانوس رمضان، كله ميد ان تشاينا. الحقيقة الشباب الجميل اللي من قرية شما في مركز أشمون في محافظة المنوفية اتحدوا البطالة وقرروا يفتحوا كده ورش ومصانع صغيرة بتعمل منتجات صغيرة قوي تغزو الأسواق المصرية. مش بس كده، وبإذن الله بنصدر كمان للصين نفسها، يعني على رأي هنيدي كده جايلكم يا صينيين. أنا جايلكم. دول شباب جميل جدا، طلبة، ومنهم طلبة لسه بيدرسوا، منهم خريجين جامعات ومعاهد، بيفتخروا جدا باللي بيعملوه وبيقولوا رسائل حلوة قوي في التقرير ده هنشوفه مع بعض، بيحثوا فيه كل الشباب المصري ان هم يشتغلوا عشان نفسهم وعشان بلدهم مصر. نتابع معا هذا التقرير اللي عدته لينا زميلتنا مارينا أمير من أجمل شباب في مصر، شباب قرية شما مركز أشمون محافظة المنوفية اللي بنفتخر بيهم وبنقدمهم في هذا التقرير. محمد مشعوت عبد العليم حسن، السن 27 سنة. المنتج اللي احنا بنعمله ده عبارة عن بعض الأجزاء بتجينا واحنا بنجمعها وبنحاول ان احنا نوصلها بجودة مميزة عشان تتصدر بره لرفع اسم مصر في ما بين الدول بره. مصنع في وسط بلدنا، احنا الناس كلنا فلاحين، كل واحد بيبقى شغال في المصنع من هنا من الساعة 8 للساعة 5، بيشوف وقت شغله هنا وبيبقى موفق بين هنا وهنا، وشغل الحمد لله خفيف ومش تقيل وناس مبسوطة وفي قلب بلد. بنصح الشباب زي حالتي كده كل واحد يشتغل عشان يصحى لقمة عيشه وربنا يبارك له، وما فيش حد يقعد في بيته، ولا هيقعد في بيته وما فيش دخل ولا رايح ولا جاي. المصنع ده هو بيتنا، لازم نعمل فيه كل حاجة احنا كويس، لازم ننتج فيه احسن من اي حد، لازم كل واحد يعمل على قد المقدر. عندي 22 سنه وطالب بكليه الهندسه. حضرتك انا باجي هنا في الصيف اشتغل لاني ببقى بعض الوقت ببقى فاضي، فباجي اشتغل هنا وبعض الايام بروح الكليه عندي تدريب صيف والكلام من ده. لازم كل الشباب ينتج والشعب كله يبقى منتج عشان حتى نحسن الاقتصاد بتاع بلدنا. تمام، والصناعات الخفيفه ديت مشروعات مهمه جدا. انا فخور اللي احنا الحاجات اللي احنا بنعملوها ديت بتصدر بره، وزي ما انت شايفها منشر 8 حبل اللي احنا بادين بيه، وفي بقى في منشر 10 و12. الشغل مش عيب اولا، وكل واحد لازم يكافح ويشوف اكل عيشه فين بدل قعدته في البيت. انا اسمي محمد نصر طحون، طالب بكليه الاداب جامعه المنوفيه قسم الجغرافيا. جيت اشتغلت هنا من الاجازه اللي فاتت، وانا طبعا مبسوط ان الشغل بتاعنا كان المناشر بتتصدر لبره ومكتوب عليها صنع في مصر. اشتغل هنا بقالي سنه اهوت، وتمام ابتديت اشوف الشغل هنا، واحسن برضو ما اقعد على قهوه مثلا واصرف فلوس او في نفس الوقت اشرب مخدرات او كده يعني، او اضيع فلوس على حاجه ملهاش لازمه. لا، فبصرف باخد الفلوس من هنا بصرفها على الكليه وبصرف على نفسي. تحت شعار صنع في مصر تحيا مصر.
بالنسبه للعماله طبعا الشيء الطبيعي ان احنا خدنا العماله من حوالين المكان من المنطقه اللي فيها المصنع، وطبعا وفر علينا حاجات كتير جدا، والعماله بينها وبين المصنع تقريبا لا يقل عن يعني ما يجيش عن 5 دقائق مواصلات. بدانا نصدر فعلا لدول شقيقه زي السودان والاردن، وفيه رسائل طالعه قريب جدا للعراق، وفي مرحله تعاقد مع دول الخليج في بعض المنتجات اللي هي مناشر غسيل ستانلس ستيل. فخوره جدا بالشباب دي، وسعيده جدا ان احنا نقدم النماذج دي. شباب قريه شمع في مركز اشبون في المنوفيه، انتم جدعان وشباب نفتخر بيكم، اخواتنا وزمايلنا، ويا رب ان شاء الله ربنا يوفقكم باذن الله. كل ما تفتتحوا كده مصنع وحاجه كبيره نجي لكم ونصور معاكم ان شاء الله، عشان مصر كلها تعرف قد ايه احنا عندنا شباب جميل وزي الفل.